ينضم إلينا عبر الهاتف من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بغداد الأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، بداية مرحبا بك. بالتزامن مع مطالبة الأمم المتحدة بإزالة المتفجرات والألغام من الأحياء لعودة النازحين لمناطقهم، كيف تقيم الجهود المبذولة في هذا الإطار؟ أهلا وسهلا بك. الجهود حقيقة التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المجتمع الدولي قاصرة جدا، يعني بطبيعة الواقع الذي يعيشه النازحون والمشردون في العراق، حيث ما زال النازحون أكثر الفئات تضررا، وحينما يواجهون صعوبة العودة بسبب عدم توفر البيئة المناسبة لاستمرار حياتهم، فضلا عن الدمار الكامل الذي ضرب مدنهم وبلداتهم وبيوتهم. وهذه الحالات يجب ان تتمحص فيها جيدا الامم المتحده والمجتمع الدولي، لا سيما ان هذه البلدان ليست امنه ولا تتوفر فيها مقومات الحياه. فعندما يفرض على النازحين الرجوع الى مدنهم وبيوتهم قسرا، فان هذا يعد خرقا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. يجب أن تكون هناك بيئة ملائمة وبيئة مناسبة لكي تستمر حياة هؤلاء المدنيين في مدنهم، وعلى النازح والمواطن والمدني في أي بلد كان له الحرية المطلقة في الرجوع أو اختيار المكان المناسب الذي يفضل أن يكون استمرار حياته فيه، وبالتالي لا يمكن لأحد إجبار هؤلاء النازحين. هناك من يرى أن مدنا يظهر هذه الدمار الهائل. نعم. دكتور عمر، هناك من يرى أن مدنا بعينها مستهدفة، هناك محاولات لإعادة أهلها قسرا، من المستفيد من إعادة النازحين قسرا لمناطقهم مع أن مناطقهم يعني ليست جاهزة بعد؟ ليس غريبا في هذه الفترة التي تشهد فيها الأحزاب السياسية المصارعة على الحكم والكراسي في المنطقة الخضراء، حيث تقوم هذه الحكومة والجهات الحزبية الأخرى كافة في تحويل المناطق إلى يعني أحلام وردية بالنسبة لهم وبالنسبة للنازحين، فيضطرون هؤلاء النازحين لعمل الأحزاب لعمل دعاية لهم بأن يمرونهم بالمال أو بقوة، حيث يتمكن هؤلاء الأحزاب من السيطرة الفعلية والضغط على هؤلاء النازحين حتى تتمكن من استماع أصواتهم في الانتخابات القادمة. وبلغت يعني أو ذكرت بعض التقارير الدولية منها منظمة الهجرة الدولية إلا أن عدد النازحين العائدين إلى بيوتهم بلغ 3,200,000 نازح عادوا بشكل طواعية وقسرا. طيب، بقي هناك 1,600,000. استاذ عمر، هناك انتهاكات رافقت تهجير هؤلاء النازحين من مناطقهم، الى اي مدى ترى ان الحاله الامنيه اسهمت بشكل كبير في سوء حاله النازحين؟ النازحون ما زالوا يتخوفون من الاوضاع الامنيه سواء كان في المناطق المستعاده من قبل القوات والتنظيم داعش، وايضا من المناطق التي هم الان يأوون فيها، وبالتالي فإن المشكلة الأمنية ما زالت مشكلة حقيقية على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة حينما تقود. هناك عودة طوعية وهناك عودة للنازحين في هذه المدن، يجب أن يدرسوا بشكل جدي الأسباب الأمنية، حيث هناك الخطف والقتل العمد والاعتقالات التعسفية من قبل. طيب، بالحديث عن الحالة الأمنية دائما يعني ما يجرنا إلى الحديث عن التفجيرات، لا سيما ما حدث اليوم، التفجير الذي وقع في منطقة الكاظمية ببغداد، كيف تعلق عليه؟ من يقف وراءه من وجهة نظرك؟ نعم، تكلمنا قبل قليل ان الصراعات الاحزاب السياسية في منطقة في بغداد وباقي المحافظات، هذه هي الاحزاب السياسية عندما تريد ان تنفذ برنامجها او تريد ان يجب عليها ان تسقط الاخر، وبالتالي هذا التسقيط يقع بجانب مباشر وبثقل كبير على المدنيين، وبالتالي تقوم بعض الاحزاب بعمليات التفجير وبعمليات
القتل والخطف وغيرها، وذلك لتسخيط الأهداف فيما بينهم، وبالتالي الأمر غير جدي بالنسبة للحكومة الحالية أو الحكومة السابقة ومن تأتي من بعدها بأنها تقوم بتوفير الأمن والأمان للمدنيين، وهذا يعني مؤشر خطير على أن العراق لا يستقر بوجود هؤلاء الأحزاب في شدة الحكم. نعم الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك.